السلام عليكم أعزائي طلبة تانية ثانوي بشعاع المعرفة، أقدم لكم دروس الباب الأخير اللي هو الباب الثامن. طيب، أول حاجة هنتكلم على حساب المثلثات. طبعا حساب المثلثات في مثلث قائم الزاوية، مثلا في التمرين اللي قدامي ده الوتر هنا 10 والضلع القائمة 6، يبقى الضلع الثالث 8. الأطوال الشهيرة، هو عايز إيه؟ بيقول لي أوجد قيم الدوال المثلثية للزاوية سيتا، أدي الزاوية سيتا. يعني إيه قيم؟ عايز ساين سيتا، عايز كوزاين سيتا، عايز كوزاين سيتا، عايز تان سيتا. أهم حاجة زي ما أنت عارف من سنة من أولى ثانوي إن الساين المقابل على الوتر، يعني إيه؟ ادي المقابل بتاعها قدامها 6، يبقى 6 على الوتر اللي هو 10. طيب الكوزاين المجاور اللي هو 8 على الوتر 10، التان المقابل على المجاور يعني 6 على 8. طيب بالنسبه للمثلثات الاخرى، الساين عكسها، الساين عكسها ايه؟ كوسيك، كوسيك سيتا، يبقى هنشقلب بتبقى 10 على 6. طيب الكوزاين عكسها ايه؟ سك، يبقى بدل ما 8 على 10 تبقى 10 على 8. التان عكسها كوتان، يبقى تبقى 8 على 6. طيب هنا بقى في ثانيا عايزين نجيب عنوان الدرس الزوايا وقياس الزوايا. زي عايز تجيب لي، احنا نقدر نجيب للزاويه الواحده عدد لا نهائي من القياس الموجب والقياس الايه؟ القياسات الموجبه والقياسات السالبه. فلو قال لي مثلا الزاويه 130، عايز اجيب لها 130 درجه دي، عايز اجيب لها قياس موجب، يبقى هزود 360. يبقى انا دلوقتي لما ازود 360 او مضاعفاتها او انقص 360 ومضاعفاتها مش هيجرى حاجه، كل دي زوايا متكافئة. يعني 360 ال 130 مزود على 360 يبقى هتكافئ 490، يبقى ده قياس موجب. ال 130 ياما نقص منها 360 هتبقى سالب 230، وده قياس سالب، يبقى قدرت اجيب للزاوية قياس موجب وقياس سالب. طيب كذلك بالنسبة لسالب 200، يبقى ازود على 360 عشان اجيب القياس الموجب. طيب يبقى يطلع 120، يبقى سالب 200 زائد 360 هيطلع كام؟ اهو سالب 200 زائد 360 يبقى هيطلع 160. طيب 160 يعني بالموجب، قياس موجب. سالب 200 لما ازود عليها 360 بالسالب هيطلع سالب 560، يبقى ده القياس السالب. ماشي، بعد كده قدرنا نجيب قياس موجب وقياس سالب. تعال نتكلم على الزاوية المرجعية. ازاي نجيب الزاوية المرجعية؟ يعني مثلا في نمرة واحد بيقول لي 210، اهو ده الربع الأول من 0 ل 90، الربع الثاني من 90 ل 180، الربع التالت من 180 ل 270، الرابع من 270 ل 360. طيب 210 لو جينا حبينا نرسمها يعني من هنا لهنا كده اهو، يبقى الزاوية يبقى دي كده 180، يبقى هنا باقي كام؟ 30. يبقى الزاوية المرجعية لل 210 هتبقى كام؟ 30، الزاوية 30. طيب لو حبينا نرسم هنا الخمس سالب 5 باي على 4، اولا باي على 4 بخمسة، الباي على أربعة يعني 45. 45 في 5 أهو، 45 في 5 طبعا على طول كده 225، يعني سالب 225. يعني إيه؟ يعني لو أنت طبعا هتيجي مع عقرب الساعة بالسالب، يعني الزاوية بالسالب يعني تيجي مع عقرب الساعة كده، يبقى هنا تبقى كام؟ 45. يبقى الزاوية تطلع هنا كام؟ 45.
يعني باي على 4، باي على ايه؟ 4. طيب نيجي بقى هنا بعد كده، بيقول لي انا عايز اوجد قيمة كوزاين 135. 135 ممكن اقول كوزاين 180 ناقص 45، يعني عشان اقول طيب ال 135 دي في الربع الثاني بتبقى سالبة، الكوزاين سالب، لان يبقى هقول سالب كوزاين 45، يبقى سالب كوزاين 45 بيجذر 2 على 2. انا ممكن اعملها بالآلة الحاسبة على طول، دايركت هتطلع لي سالب جذر 2 على 2. طيب تان 5 باي على 6، يعني تان باي على 6 يعني 30، 30 في 5 يعني 150، يبقى هنقول برضو تان 180 ناقص 30. أولا ال 150 في الربع الثاني التان سالب، يعني عشان أقول تان 30، تان 30 ممكن يجيبها بالآلة الحاسبة أو المثلث اللي هو قائم الزاوية، أدي 30 60 1 2 جذر 3. طيب يبقى التان المقابل على المجاور، المقابل على المجاور يعني سالب 1 على جذر 3، بضرب في المرافق فوق وتحت أو اسمها انطاق المقام، يبقى سالب جذر 3 على 3، وكده بدون استخدام الآلة الحاسبة. وكده يا شباب انتهينا من ازاي نجيب حساب المثلثات، وازاي نجيب الزاوية المرجعية، وازاي نجيب قيمة زوايا من خلال تعاملنا ما بالآلة الحاسبة او بالقواعد اللي احنا قلناها. شكرا يا شباب.